4 حروف المد والتنوين، إنه هنا حرف الدال مع حروف المد آ و إي. عندنا إذ آ ذا، نمد الحرف إذ أو ذو، إذ إي ذي. وعندما يكتب الذال وراه حرف الياء في وسط الكلمة أو أولها يكتب بهذا الشكل. نأتي لحرف الذال مع الحركات فتح ضم كسر. إذ عليها فتحة أو إذ فتحة ذا، لأنه حرف بننفذه بحركة بسيطة ذا، لكن مع حروف المد ذا ذا. ذو 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 ذو، حرف مد طويل لكن هذه الحركة بتكون بسيطة وصغيرة. ذي 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 ذي. إذا حروف مد طويل، حروف حركات فتحة ضم كسرة. هلا بدنا نتعرف على التنوين. فتح ضم كسر، الحروف جميعها تكتب التنوين على الحرف. ذن وراها ممدودة، تنوين الضم فوق الحرف ذن، تنوين الكسر ذن. وكان من بعض الأخطاء إنه يكتب الطفل حرف التنوين بحرف النون، فلازم نفهمه إنه حرف النون بيكون موجود في الكلمة، ولا ما بيصير إني أكتب نون مثلا نقول ذئبا، أو ما نقول مثلا قنفذا، لا بصير إني أكتب عن قنفذا نون، لأنه قنفذا لا يوجد في آخرها نون. لكن لو حكينا ليمون 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 فيها نون وبنزيد لها التنوين، مثلا ليمونا أو ليمون أو ليمونا، ننتبه إنه الولد الطفل لا يكتب التنوين ما يكتب حرف النون بدل التنوين. طبعا في كلمات كثيره ممكن ان نكتبها عن حرف الذال، لكن احنا حاولنا ان ناخذ اشكال حرف الذال في اول الكلمه وسط اخرها، ونستنتج انه حرف الذال هو حرف واحد في اول الكلمه وسط الكلمه اخر الكلمه يكتب بشكل واحد، فيش في اختلاف. وان شاء الله يعني سنظهر لكم الصفحات اللي بدنا نحلها بالبيت ان شاء الله باذن واحد احد. وشكرا لكم ولاهتمامكم، وان شاء الله بنكون قد الثقه. شكرا لكم.